أظن تبت إلى الله تعالى ولله الحمد، ولكني قبل التوبة كنت متهاونا في شهر رمضان، ومر علي شهران لم أصم منهما إلا أياما قليلة وهما عند بلوغي، لكني الآن محتار في عدد الأيام التي أفطرتها حيث أني لا أحصيها، فهل التوبة تجب ما قبلها أم يلزمني القضاء وشيء مع القضاء؟ جزاكم الله خيرا. الصيام يجب على البالغ، على المسلم البالغ، ومن ترك شيئا من أيام رمضان فإنه يجب عليه قضاء، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير، عن تأخير القضاء، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع عن كل يوم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما كونك لا تعلم عدد الأيام فإنك تعمل بالتقدير والاحتياط، تقدر الأيام وتجتهد في تقديرها وتصوم ما يغلب على ظنك أنك تركته، وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله. نعم، ما تكفي إن شاء الله.